بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج بشويش. طبعا البرنامج الناس اللي تابعتني قبل كده عارفه ان انا باخد فقرات كده كل يعني 5 دقائق مثلا موضوع او حسب ما ياخد، بنتناول عده موضوعات في الحلقه الواحده بما انه برنامج يومي يعني، فبندردش في اكتر من موضوع عشان نوصل لفايده في اكتر الموضوعات. قبل ما ادخل في اي موضوعات لسه وانا قاعد حالا يعني والتتر كده شغال بيدخل، انا افتكرت حاجه شفتها النهارده لازم اتكلم فيها قبل البرنامج. انا كنت في مشوار طويل عريض كده والمهم يعني، فلقيت منظر اللي هو بيحزنك قوي. انا في رمضان ما بخرجش كتير بالنهار، اللي هو بقى ناس بتفطر في الشارع. يعني انا عايز اقول انت ازاي بتتجرأ على هذا الشهر الكريم بهذا الوضع وتفطر في رمضان؟ واحنا بنقول رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين وربنا يتقبل منا الصيام ويتقبل منا القيام، وانت رايح تفطر على الفاضي. يعني انا مش هقول لك بقى الحرام والحلال ويوم رمضان ما يتعوضش والحديث والفضل، لا انا هقول لك حاجه بسيطه خالص كانت بتلفت نظرنا في دخله رمضان. اولاد وبنات مسيحيين بيبقوا عاملين فيديوهات كده اللي هو بيعلقوا زينه رمضان، وكانوا عاملينها حاجه تعتبر الى حد ما يعني طرفه او فكاهيه، يعني مش حاجه بتتاخد على المعنى الحقيقي. يقول لك انا بابا وما بيدوروا عليا، بيقولوا ما بروحش الكنيسه بقى لي اسبوع ولا اتنين عشان مشغوله بتعليق زينه رمضان. يبقى المسيحي والمسيحيه فرحان بيه وبيستقبله وبيحترمه، وفي ناس منهم تقول لك احنا بنصوم معاكم ما نقدرش نجرح صيامكم وناكل قدامكم، دي اخلاقهم كده، وانت ياللي مفروض عليك ما تصوموش. حاجه صعبه قوي بصراحه، حاجه يعني كان لازم اقولها في بدايه الكلام. امبارح اتكلمت في موضوع اللي هو موضوع حمله تخفيض الاسعار، وطرحت فكره اتمنى ان احنا نوفق فيها ولا استجابه من الناس معايا فيها، وتبقى حمله ونقدر ننشرها ونقدر نوصل الخير للناس، عشان لما نموت كلنا ان شاء الله نقابل الوجه الكريم بحاجه يعني ترضي ربنا سبحانه وتعالى، لعلها تنجينا يوم القيامه من العذاب الاليم اللي هيشوفه ناس كتير ومنهم اللي بيفطروا في نهار رمضان. فالحمله انا برضو هنرجع عليها في دقيقه سريعه كده، لان معانا موضوع بعديها على طول هنتكلم عنه، موضوع بقى التربيه والتعليم والمدارس، الناس اللي بتعمل مدارس، الناس المربين المحترمين. هناخد فقره كده بسيطه تليفونيه عن حاجه زي كده، وبعدين ناخد فقرات برنامجنا ان شاء الله. انا الحمله بقول فيها ان احنا كل من كان له اي تفاعل مع الناس في السوشيال ميديا او في البرامج او في اي حاجه، او عن فنان او لاعب كوره، يقدر يشهر ويعرف الناس بمكان بيبيع سعر رخيص علشان الناس تروح عنده، ونستغني عن اللي بيبيع بسعر غالي وجشع وكذا وكذا، لحد ما نحوله يبقى للناس اللي عندها رحمه معانا. لو المساله هتحكم ان احنا نروح نعمل ده وتبقى فعاليات واحتفالات، والناس اللي عايزه تهدي غيرها وتشتري المنتج ده وتديه للناس الطيبه، ويبقى احنا كده تكافلنا وتراحمنا وربنا سبحانه وتعالى يرحمنا. ده موضوع انا اتكلمت فيه باستفاضه امبارح، ومش هطول فيه طبعا، انا بس بذكر الناس بيه. لو حد حابب يشارك بانه هو عنده مثلا منفذ بيع كويس كبير وعايز يعرفنا بيه عشان احنا نقوله في الحلقه ونوجه الجماهير المحيطه في محافظته انها تروح له، يبقى احنا كده خدمنا الناس دي. لو في حد عنده استعداد يروح، انا بقول للناس اللي هم بتوع السوشيال ميديا عندهم بالملايين من المتابعين، استغلوها في عمل خير بدل ما انك تعملها زي ناس وتموت ولا تدخل السجن ولا كذا، اعمل بيها حاجه نافعه. ده في وجهه نظري، وانا من طول حياتي دايما بدور على ان انا اعمل ما هو فيه تنميه ونفع للبشر، وان احنا نوصل حاجه، لان احنا هنتحاسب يوم القيامه. المساله مش هري وكلام وكلام فاضي وخلاص، مساله في عمل، والعمل ده محتاج عمل في صمت. اللي بيتكلم ما بيعملش، واللي بيعمل ما بيتكلمش، فاحنا عايزين نعمل، عايزين نبطل الكلام ونساعد بلدنا ونساعد الدوله اللي هي بتشتغل على قد ما تقدر. بس احنا عددنا اكتر من 100 مليون، مهما كان المسؤول ومهما كان الناس دي بتشتغل ليل نهار، عدد الناس المحتاجه اكتر، فاحنا لازم برضو بالتوازي نعمل اي شغل. هندخل في الجزئيه الثانيه في الحلقه اللي هو موضوع بقى التربيه والتعليم، وده كله يعتبر استكمالا للي انا بمشي فيه. يعني انا ما بجيبش فقره، يعني حتى فقرات الاكل ما هي تنميه برضو، يعني تنميه الجسد نفسه. يعني فقره امبارح معانا مداخلة دلوقتي من الأستاذ أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مدارس الرواد ومدارس العلا الحديثة. الرواد دي مدارس موجودة، راجل خبرة فيها وبادئ يعمل مدرسة العلا الحديثة في سوهاج. أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
اهلا وسهلا بيك يا فندم، كل سنه وعطيتك طيب. وحضرتك طيب وبخير يا رب. يعني بتمنى كلمنا الميزانيه كده كلها بخير ان شاء الله. يا رب. امين يا رب، امين يا رب. كلمنا يا استاذ احمد بحكم خبرتك بقى التربويه، بحكم انك صاحب مدارس قبل كده وبتعمل مدارس جديده، يعني يعني ادينا فكره على الاقل على المدرسه الجديده ديت عشان برضو احنا نوصل ده للجمهور عندك في سوهاج. والله يا فندم، هي فكره المدارس الخاصه عندنا في الصعيد عموما ما كانش حد بينظر لها بقوه، ولكن في ظل الكثافات في المدارس العامه اتجهنا كشباب لهذه الفكره، انشاء مدارس خاصه بمصروفات بسيطه جدا، ما لسه كنت هسألك يعني على دي والله. يا دوب ماشي بتغطي سعر التكلفه، تمام. ولكن للنهوض بالمجتمع حتى نستطيع تقديم خدمه متميزه لابنائنا، ونساعد في نهضه مصر بقيادة السيد الرئيس اللي بيساعد دايما معانا، تمام وكانت المبادرة بصراحة دافع قوي لينا حتى نستطيع إكمال العمل. والخطوات اللي بدأناها في مدرسة الرواد، استطعنا في مدرسة العلا عمل طفرة تعليمية مختلفة من حيث المباني ومن حيث التجهيزات، فالحمد لله رب العالمين، عمل يعني الكل بيشهد إن شاء الله يكون نافع ونسع به ابنائنا. هو ده بيبقى جهد مشكور طبعا من حضراتكم كأصحاب مدارس خاصة بتساعد جنب الدولة في التعليم، بس هو دايما بتقابل، أنا كنت لسه هسألك على نقطة أنت جاوبت على جزء منها، يعني دايما بتقابل الناس مشكلة المصروفات، وبنسمع بقى عن هو بيقسطوا المصروفات وغلوا المصروفات وكده، ده مش عندك في سوهاج الحمد لله. للأسف الصوت مش واضح يا فندم. بقول لحضرتك دايما بتبقى الحكايه بتاعت المدارس الخاصه مرتبطه بالمصروفات وقيمه المصروفات الكتير والاقساط المتاخره، والناس بتبقى دايما عندها لغط في كده، ده مش موجود عندك هناك في سوهاج الحمد لله. لا الحمد لله رب العالمين، انا بقول لحضرتك بتراعي ده احنا يعني يا استاذ احمد. هدفنا ليس الربح. من ساعه ما انشانا مجموعه مدارس الرواد دي، المساهم فيها كان مجموعه من الاطباء الشباب اللي لم يكن هدفهم ابدا الربح، تمام. ولذلك احنا حاليا بنكمل المسيره في الفرع الجديد. برضه الحمد لله المصروفات لا تستر، يعني احنا مصروفات طالب تتعدى 4 5000 جنيه، والله يا استاذ احمد تخيل المبلغ ده في امكانيات الحمد لله رب العالمين تضاهي المدارس الدوليه بل تفوقها. احنا شفنا الفيديوهات فندق يعني ما شاء الله حاجه مبهره يعني. اتخيل المباني دي والتجهيزات دي والمصروفات لا تتعدى خمس مصروفات التعليم لا تتعدى 5000 جنيه او 6000 جنيه لمراحل التعليم المختلفه. ما شاء الله يعني. فليس الموضوع هدف ربحي نهائيا، انما احنا بنهدف لتنميه المجتمع، المساعده في المجال اللي احنا الحمد لله رب العالمين تخصصنا فيه وهو مجال التعليم. انا من 97 ما شاء وانا الله شغال معلم، ما شاء وما الله زلت الحمد لله رب العالمين افخر بهذه المهنه، طبعا وساظل طوال حياتي ان شاء الله في هذه المهنه لكي انهض بابناء وطني لما فيه منفعتهم ومنفعه الوطن باسره ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني تعقيبا طبعا كلام حضرتك ممتاز، وحتى لو في ربح يا استاذ احمد بس بالمعقول ما يجراش حاجه يعني، يبقى لا هو في يغطي الحمد لله رب يعني العالمين، يعني ده الحمد شيء لله احنا كويس. بنكسب، ولكن يعني في ما يستطيع ولي الامر ان يكون المرحله التعليميه ليس عبئا عليه. والخدمه التعليميه جيده طبعا اكيد. المدرسه الحمد لله في مجموعه الرواد بنحصل على اوائل في كل المراحل، احنا استطعنا المنافسه على مستوى الجمهوريه الحمد لله رب العالمين ما في شاء الله مختلف الانشطه، ما شاء ليس الله العلميه فحسب بل الانشطه الترفيهيه والانشطه المسرحيه، بنحصد المراكز الاولى على مستوى الجمهوريه ما شاء الله. ده يعني اسم على مسمى الحمد رواد لله رب العالمين. ورواد، يعني هي اسمها رواد وانتوا رواد يعني ما شاء الله. الحمد لله والعلا ان شاء الله تبقى في العلالي برضو باذن الله. ان شاء الله انطلاقه العلا ستضاهي الرواد، وان شاء الله نامل ان تفوقها بتقديم الاثنين في سوهاج، خدمات الاثنين في مميزه سوهاج لمن المدينه، اراد التفوق ان شاء الله. الاثنين في سوهاج نفسها طبعا، المدرستين في سوهاج نفسها يا استاذ احمد. المدرستين في سوهاج مركز دار الثلاث. تمام ما شاء الله. بص يا استاذ احمد احنا يعني هنحتاج، يعني مش هينفع الكلام بالتليفون، احنا هنحتاج حضرتك تشرفنا هنا نتكلم باستفاضه في الناحيه التربويه بعيدا عن عمل المدرسه يعني، لان ما شاء الله يعني نستفيد منك كتربوي، يبقى يعني كقدوه للمدارس الاخرى والناس تدخل هذا المجال تتعلم منك يعني، فيبقى في ميعاد كده في حلقه تنورنا فيها باذن الله. أنا سعيد بلقاء باذن الله. حضرتك في أي وقت، وأنا سعيد بمداخلتك، ربنا يخليك. واسمح لي أقول مرة ثانية
كل سنه ومجتمعنا المصري بأسره بمسيحيه ومسلميه بخير، وان شاء الله ربنا يديم المحبه والاخوه ويرفع الغلاء والبلاء عن بلادنا وتعيش مصر في ازهى الصور ان شاء الله تبارك وتعالى. امين يا رب. نشكرك مؤقتا لحد ما يكون في ان شاء الله لقاء بيننا هنا في الاستوديو باذن الله. شكرا جزيلا استاذ احمد رئيس مجلس اداره مدارس الرواد ومدارس العلا الحديثه بسوهاج. ده موضوع اعزائي المشاهدين مهم ولسه هنستكمله في اللقاء اللي هيكون بقى يعني حلقه كامله نستفيد فيها ونتكلم براحتنا، لان يعني التعليم والعلم هو ده اللي هتبنى بيه الامم، يعني او بتبنى بيه الامم. انت تخيل مثلا يعني ايه اللي مخلي اسم الدكتور احمد زوين رحمه الله يعني عاليا؟ علمه. الدكتور احمد الطيب علمه. الدكتور مجدي يعقوب علمه، صح ولا لا؟ يعني ما كانش في واحد قاعد يخبط في الحياه ويخبط في الناس وهيطلع عامل حاجه نافعه. تقول له شغلتك ايه حضرتك؟ يقول لك بخبط في الحياه. اول انا اعرف كده، يعني اعرف كده اساسا، انا اعرف كده. طيب اللي بيخبط في الحياه ده هيفيد ايه بقى؟ هيضر نفسه وهيضر الاخرين. لكن اللي بدا حياته بانه يتعلم صح واجتهد في انه يتعلم صح هيفيد نفسه وهيبقى رمز. هو انت عايز تقول لي ان الدكتور مجدي يعقوب مثلا مش مستفيد لنفسه؟ كفايه تعظيم السلام اللي هو فيه لكل من كل الناس. يعني الدكتور احمد زوين يعني توفاه الله من كذا سنه واسمه سيظل، مش هقول لك موجود، هو خلاص موجود. ليه؟ اجتهد. وعلى فكره الايام بتمر على المجتهد زي ما بتمر على الخايب البليد، زي ما بتمر على اللي عمال يخبط في الناس ويضيع عمره على تخبيط الناس. يعني في فيديو انا هجيبه ان شاء الله لراجل سيدي كبير كده قال كلمتين حكمه يعني هتصرف فيه واجيبه، كلام جميل جدا. اللي افنى عمره وخبط في الناس استفدت ايه مثلا؟ يعني الموضوع الثاني اللي انا عايز اتكلم فيه بعد موضوع المدرسه، بلاحظ دايما ان الناس يعني كانوا علمونا زمان ايه؟ ان ندي للناس اللي يحتاجوه مش اللي يعوزوه. طفلك تديله اللي يحتاجه، يعني هو محتاج تغذيه الاكل ده، مش محتاج الاكل المضر، بس هو عايز الاكل المضر. اديله العلم اللي يفيده، مش الحاجه اللي هو التنطيط اللي هو عايزه. الناس نفسها كذلك، بس الناس دايما بتعوز الحاجه، يعني للاسف. يعني انا هتكلم في حاجه والله العظيم بكل شفافية وصدق وإخلاص ربنا اللي يعلم، والناس اللي دايما تتهمني لما بتكلم في الحلقات حتى الفيديوهات اللي كنت بعملها وأنا ما عنديش برامج تلفزيوني بعملها على اليوتيوب، ألاقي ناس بعتالي هو أنت ما يعني ما أعرفش النفاق والكلام التهم الغريبة دي، وكأن أنا مثلا مش حابب اللي بقوله فمضطر أقوله مثلا. دي دايما يتهم بيها الناس اللي هم عندهم وطنية لمصر وعايزين يخدموا بلدهم بإدارتها، مش انك تدعي انك مصري وانت قاعد توقع فيها وتشتم فيها بره. الملاحظه اللي عايز اقولها لحضراتكم وهفندها بشكل علمي جدا واضح جدا، يعني الناس بتحب دايما اللي هو بيقعد يخبط وينتقد حتى وان كان متاكد انه كذاب. يعني انا بمعنى ايه؟ تلاقي واحد قاعد بره لا له صله بحد جوه ولا يعرف اي معلومات ويقول لك خد التسريبات دي، فلان قال لفلان كذا وعلان قال لي كذا. علان وفلان دولت انت بتوصل لهمش، فهتعرف منهم منين؟ فاللي بيصدقوا ازاي؟ وفي المقابل يعني ده شوف اللفه جايه ازاي، في المقابل انت نفسك ماشي هنا وطلعت على كوبري كذا ونزلت كذا وعملوا لك الطريق الفلاني وعملوا لك معرفش ايه العلاني وانت مصدق هذا الكذب ومريح. قعدت افكر فيها، هو الناس دي بتعمل كده ليه؟ الناس دي عايزه تضحك على نفسها بانه هو زي ما قالوها بيدفن راسه في الرمال. واحد عايز يشبع رغبه ان هو القى الاتهام بس والله. لا هو حريص على المصلحة، يعني أنا أنت متضايق من شيء معين، شوف مين اللي معطلك فيه، مش إن أنت تقوم رامي الاتهام على حد أنت ما شفتوش ولا هتشوفه ولا تعرف هو عمل الصح ولا الغلط، يعني لا هنقول لك تتهمه ولا هنقول لك أنا أبرأ. أنا إن برأت في بعض الأحيان فببرأ نتيجة إن في عمل جيد موجود في الدولة إحنا كمصريين لازم نحترمه ولازم نؤمن بيه ولازم نشوفه. ما ينفعش تصدق اللي بره وتكذب ده، تقول لي لا ما في حاجات غلط، والله الغلط مننا فينا، يعني انا احكي لحضراتكم مثال، رحت الشهر العقاري اعمل حاجه فيه. المهم بقى بعد صلاه الظهر على طول، صلاه الظهر ورحت، قال لك السيستم واقف، ماشي، قمت راجع، بعد مده رحت تاني، السيستم واقف، قلت له لا، واقف مين يا عم؟ واقع مين يا عم؟ هو بيعتمد على ان انت مش عارف امتى السيستم واقف عشان تعرفه امتى واقع، هو بيرميها لك كده. صورة ثوره رهيبه.
يعني ما اقولكش بقى لما عبد الرحمن ابو حطب ينفجر بقى. المهم السيستم اشتغل، هم الساعه 1 عايزين يريحوا، يعني تاخو بالبلدي كده. الموظف ده مش حكومه، الموظف ده جاري، الباب اللي في وشي. فانا لما صرت الثوره دي انا صرت ليه؟ لان هو قال واقف او وقع قصدي لما كان دوري انا هيتندي على النمره اللي فوق دي، وجت عليا انا يعني، ولا عامل دوشه جامده، قام جاي قال لك خلاص قام مشغلين الناس اللي واقفه. افتكروا عشان افتكروا ان انا لما زعقت قاموا عاملين لي انا، خافوا مني يعني. فالفكره في ايه؟ الفكره ان مفيش سيستم واقع، الفكره ان في كسل. واحد قاعد بيكلمني بيقول لي يا عم الدوله فيها وبيها، ده روح تختم بطاقه الفيزا بتاعه البريد مش عايزين يعملوها لي، والسي سي ماله ماله بدي يا ابني؟ مدير البريد ده انسان عدو للدوله دي، عايز يبوظ الشغل بتاعها فيقرفك فيها او كسلان. قال لي اعمل ايه؟ قلت له روح قول له كده، دي واقعه انا عملتها يعني، روح قول له عايز اعمل افعل البطاقه دي. ان قال لك لا ليه؟ المكنه بايظه. قول له مين اللي سلمها لك بايظه عشان انا هطلع اشتكيه في القاهره. كان الكلام ده في اسكندريه. مجرد ما قال له كده قام الراجل سحب المكنه وقام عامل له البتاع. تقوم الموظفه اللي جنبه قاعده تقول له ايه؟ الله، هي المكنه البني شغاله ولا ايه؟ بقت بالبني وبالازرق المكن اللي هو مرتبط بسيستم المال بتاع البريد بتاع البنوك بتاع كده، دول الموظفين. فانتوا يعني خد موقف من ده، لان انت في النهايه عايز تعمل ايه؟ عايز تختم البتاعه بتاعتك، وانا عايز اعمل التوكيل بتاعي، اتخانق مع اللي هو معطلهولي، مش ان انا اريح دماغي بان انا خرجت شحنه كده قلت والله البلد وبتقع والناس والحكومه دي معرفش ايه وفلان وعلان. طب انا استفدت ايه؟ انا هكلمك بلدي كده بمصلحه بنظام المصلحه، يعني احنا بلغه التجار، انا راجل تاجر طول عمري يعني. فانت استفدت ايه؟ اتكلمت وبعدين جالك ايه؟ توكيلك خلص؟ لا. البتاعه البريد خلصت؟ لا. قلت بقى الدوله، الدوله عملت كده؟ لا. هتروح يوم القيامه تلاقي الدوله جايبه مكان جديد مسلفن بني وجديد جدا وبيشتغل جدا والتاني ركنه، فعند ربنا الدوله جابت، مش هتتحاسب. ايه رايك بقى؟ واتهامك انت للناس ديت بالباطل وانت ما شفتش بعينيك هتتحاسب عليه انت كمان، والراجل اللي ركن المكنه ده هيتحاسب عليه، وبتاع السيستم واقع اللي هو كل يوم واقع ده، ويقع بعد الظهر بشويه اللي هو ساعه ما عايزين ياخدوا هم بقى ايه بريك كده، يقع كده فجاه كده ومعامل واقع كده، كان ماشي وواقع، وبعد ساعة يطلع لوحده. قدرة قادر، هو طبعا قدرة قادر كل حاجة، لكن هو هل هو أصلا وقع؟ لا والله، والله ما وقع، وأنا والله ما وقع، وأنا قلت لهم أقسم بالله ما وقع، واثبتوا له الكلام ده، وهصوركم دلوقتي فيديو وهطلعها على التلفزيون وإنه ما وقع، وهشتكيكوا وهعمل. أم شغال في ساعتها، وطلعت الأرقام في ساعتها في لحظتها، حتى يعني ما صبروش دقيقتين ثلاثة. فده الواقع، احرصوا على حاجتكم. قول لي اشتكي لي انا اهو، انا راجل مؤمن بده وجربته. اي مواطن عنده خلل في حته رايح يعمل فيها حاجه، البرنامج ده مفتوح لك، قول لي، اتصل بيه قول لي ان الحته الفلانيه كذا، هنقول يا مسؤولين عن الحته دي خلوا ده يشتغل، يا اما مشوه من هنا، حطوا كاميرات مراقبه على الموظفين. مفيش ما ينفعش ان انا اروح مؤسسه الاقي كلهم قاعدين واحد بس اللي عمال يشتغل الكلب الجربان بتاعهم ده، وبيرضى ليه ده؟ انا مش عارف، قلتها قبل كده كتير يعني، وكلهم قاعدين كده، وتروح تكلم ده يقول لك يشاور لك كده، حتى مستخسر يقول لك عند اسماعيل ده مثلا عامل لك كده، حرام. وبيقبضوا مرتبات. حطوا كاميرات يا دوله، حط كاميرات في كل المؤسسات على الموظفين دول، شوفوا بيشتغلوا ولا لا، شوفوا شوفوا الواحد بيقعد قد ايه مع العميل الواحد. هم ممكن يقول لك انا شغال وعمال يصفح في الورق كده وخلاص واخر تمام، والعميل قاعد قدامه، العميل ما ياخدش اكتر من كذا. واعرف انت قاعد مراقب انت كمسؤول دي محتاجه وقت قد ايه اعملها، واذا عمل اكتر من كده يتجازى ويتحاسب، ومش مش عاجبه روح، عندنا ناس كتير عايزه تشتغل وهتشتغل بجد، مش لعب عيال هو. بس احنا نبطل النغمه بتاعت ان نرمي على اللي احنا مش عارفينه ونبقى ارتحنا كده، فنسمع فيديو الواحد ما بيقول حاجه مش عارفها، ونفضل كله غيبيات كده، انا مش عارف هو مش عارف وكله مش عارف وخلاص. طب ما نخش على العارف. انا لما زعقت خدت التوكيل بتاعي وانبسطت، ايه رايكم بقى؟ التاني لما سمع كلامي انا عمل البطاقه بتاعته وانبسط برضه. وانتوا خليكوا بقى حزانه كده مش عارفين تعملوا مصالحكم، لا مش حلو. ده موضوع انا هخليه برضه في البرنامج دايما معايا، وبعمله من زمان على هذا الاساس. اللي عنده اي موضوع عايز يعرضه علينا واحنا بنبلغه، يعني المداخلات برضه تبقى مفتوحه بعد اذنكم يا جماعه، لو حد حابب يتكلم معانا في اي موضوع، اي حاجه عايز تقولها
نستقبل مكالمات الساده المواطنين واحنا تحت امرهم. احنا دلوقتي بعد الكلمتين اللي قلتهم دول احنا هنستقبل معاكم المكالمات، اي حد عنده موضوع عايز يكلمنا فيه صوته هيوصل لان احنا مباشر، احنا على الهواء، احنا في مدينه استوديو في مدينه الانتاج على الهواء مباشره. انا حتى عملت برنامج زمان اسمه على الهواء مباشره حوالي 45 حلقه كان كده، واللي عايز حاجه يقولها موجود على اليوتيوب. فاللي عنده موضوع يقوله لنا واحنا هنبلغه في ساعتها، انت صوتك انت اللي رايح. وانا متاكد ان كل مسؤول هيخاف ان هو يتشد من الاكبر منه لو الدنيا مشيت كده. نعمل رقابه على بعض، في ناس كتير جدا اعداء الدوله والله موجودين جوه، وتروح تساله يقول لك مفيش. طب انا والله فاكر كنت بدفع فاتوره التليفون في سنترال المريوطيه وبكلم الموظف وراكني ومش عايز يخلص، وانا يعني زي ما بتعصب يعني وكده على الحاجات انا اللي يعرفني يقول ما بيعجبنيش الحال المايل طبيعي. فانا يوميها بكلمه يوم هو يقول لي ايه ما هم عمالين يغلوا كل حاجه بقى، وقعد يرمي كلام اللي هو من تحت لتحت. قلت له هم زي الفل، انت اللي قاعد كسلان، خلص الفاتوره واعمل. اتكتم يعني. فنرجو ان احنا نمشي كده والله العظيم لمصلحتنا، خليكم عمليين. كانوا يقولوا مثل زمان جميل جدا، ليك اكل ولا بحلقه؟ في ناس لها بحلقه، هو قاعد يبحلق بس، يا حملق هنا ويا حملق هنا. يا جدع كل، يا جدع خليك في السليم، خش دغري. انت ليا ان انا اعمل شغلي ده؟ خلاص فلان عمل اللي راح، انا مالي داعي الملك للمالك. لا، في ناس تصحى الصبح عشان خاطر تشوف مين عمل ايه ومين ما عملش ايه. طب وانت فين؟ قاعد يشوف. ما هو في تعب اكتر من كده، هو عمال يشوف اهو، وهيقطع نفسه يا جدعان. يعني ايه يشتغل ويشوف غيره؟ يا اخويا مالكش دعوه غيرك، ورينا نفسك انت فين، ورينا انت عملت ايه، انتاجك ايه، انت مين. يقول لك انا كان ابويا فلان. لا، مالناش دعوه بابوك، انت عملت ايه. احنا برضو هنستقبل ان شاء الله اللي حابب يشارك معنا في موضوع الحمله بتاعه الاسعار دي، اهلا وسهلا بيه. برنامج يومي الساعه 9 كل يوم قاعدين لخدمه حضراتكم. ده موضوع تاني اللي هو موضوع المشاكل، والناس اللي عندها اي حاجه عايزه تقولها احنا مستعدين نتكلم فيه. الحاجه الثالثه اللي عايز اتكلم فيها النهارده، ظهر يعني بعض الفقرات في برامج اخرى افكار جميله، لكن المحتوى بتاعها والمضمون بتاعها محتاج تعليق صراحه. يعني احد البرامج يقول لك مثلا ايه رايكم يا جماعه في الموضوع الفلاني ولا العلاني، حلو، وتعمل تفاعل مع الجمهور والناس تشارك برايها. بس لما يكون القصه في ان ايه رايكم ترضى لبنتك تمشي مع ولد، وترضى لابنك يمشي مع بنت ولا لا، فتلاقي الردود غريبه الشكل. وتلاقي مثلا يقول لك ايه لو مراتك مثلا خانتك تعمل ايه، الردود تشيب. لا، هو احنا بنفكر بلا عقل وبلا قلب وبلا ضمير وبلا دين وبلا اي حاجه خالص؟ خلاص يعني مره واحده بتجاوب بتقول انا ابني يمشي مع بنت لكن بنتي لا. طب ما بنت ابنك ده لما هيمشي مع بنت، ما بنت الناس التانيين دول. يعني انت ايه المشكله في انك انت تعملي حاجه اللي ما تردوش هنا ما تردوش هنا؟ تمام، يعني احنا لازم دايما نعمل نراعي دايما الحاجات دي ونربطها بديننا. تمام، انا هنطلع فاصل دلوقتي اعزائي المشاهدين، ونكمل الجزئيه اللي بعد كده ان شاء الله. فاصل ونعود باذن الله. آلي ومعامل للعلوم، واحنا بنتكلم في الحاسب الآلي. يعني احنا ماشيين اهو، وعلى شمالنا كده في معمل الحاسب الآلي، لو انت شفته ده خاص برياض الاطفال فقط. نعم، المعمل ده مخصص لرياض الاطفال، صمم لرياض الاطفال. المستوى في الارتفاع مريح جدا لرياض الاطفال. الاجهزه نفسها اللي احنا اخترنا اجهزه تليق برياض الاطفال. زودنا المعمل بشاشه ذكيه بحيث المعلمه تستطيع ان تؤدي دورها على اكمل وجه ولا يعوقها عائق. في نفس الوقت ممكن تستخدم البورد العاديه في نفس الشاشه. المعمل نفسه في سيرفر مختص بالمعمل فحسب لسرعه الاداء على الاجهزه. الجهاز نفسه، الكمبيوتر نفسه ده مش كيسه وماوس والنظام القديم.
قطعة واحدة ديسكتوب يستطيع أن يوفق من الأجهزة الحديثة اللي يستطيع الطفل أن يتعلم عليها بسهولة. يعني أعتقد أن هذه الأجهزة لم نراها من قبل في دار السلام وربما يمكن في محافظة سوهاج، يعني هذا النوع من الأجهزة وهذه التجهيزات التي نراها الآن أعتقد أنها مش موجودة يمكن على مستوى المحافظة. حقيقة قلما أنه مدرسة خاصة يعني تستطيع توفير هذه الأجهزة إلا إذا كانت تريد العملية التعليمية فحسب. القاعات نفسها زي ما أنا قلت صممت بعناية لتكون مريحة جيدة التهوية على مساحات شاسعة. يعني إحنا بندخل قاعة نشاط، قاعة النشاط عبارة عن القاعة أكثر المساحة الكلية بتاعتها حوالي 50 متر تقريبا، مزودة أيضا بالشاشة الذكية ومزودة بالبورد العادية اللي يستطيع أو تستطيع المعلمة أن تستخدم كليهما متى شاءت وفي أي وقت شاءت وبالطريقة اللي تعود على أبنائنا إن شاء الله بالنفع وأداء العملية التعليمية على أكمل وجه إن شاء الله. أحمد، أكيد معامل العلوم كان لها نصيب من الاهتمام في هذا الصرح الكبير. زي ما اهتمينا وشفتوا في بالحاسب الآلي في نار أطفال، احنا ما زلنا في نفس الدور، بس الناحية دي هيكون في بعد الفاصل ده والباب اللي قدامنا ده هتشوف التعليم الثانوي. التعليم الثانوي أول حاجة اهتمينا بيها المعامل، معامل العلوم ومعامل الحاسب الآلي أيضا. فهوريكم دلوقتي نموذج فريد لمعمل علوم أستطيع وبكل قوة أن أقول إنه غير موجود. رجعنا لحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد فاصل قصير، ومعانا أول اتصال في الحلقة النهاردة الحاج رجب من الأقصر. أهلا وسهلا الحاج رجب. ألو، أيوة حاج رجب. الحاج رجب انشغل عن المكالمة، مش سمعنا الحاج رجب. طيب أنا كنت بقول قبل الفاصل في ملحوظة على بعض الفقرات أو ردود أفعال الناس أو ردود إجابات الناس على بعض الأسئلة. يقول لك مثلا لو مراتك خانتك تعمل إيه؟ ألاقي واحد بيقول أخونها، اللي هو أنت يعني ماسك سندوتش طعمية، فبتقول لو واحد خد مني سندوتش هتاخد تعمل إيه؟ تقول أخده. دي معصية، يعني ده حرام، مش مسألة إن أنت يعني عملت لي إيه وما أنا عامل إيه وخلاص ويبقى أنت كده مبسوط يعني وتكملوا الدنيا تمام والحمد لله رب العالمين، مش عارف يعني. طيب معانا الحاج رجب رجع تاني، سمعنا الحاج رجب. الو الو، اهلا الحاج رجب، اهلا وسهلا بيك. الصوت واطي يا استاذ عبد الرحمن. طيب انت علي صوتك شويه. انت هو الصوت واطي من عندك يا استاذ عبد الرحمن؟ طيب انا كده يعني سامعك كويس، اتفضل قول. انا بحييك يا استاذ عبد الرحمن وبحيي فريقك المحترم وبحييك لجرأتك. الله يحفظك. وعايز ابعت تحيه شكر لفخامه الرئيس وجيشنا والامن لا. بتاعنا والشرطه بتاعتنا، وبشكركم على التامين الصحي اللي هو دخل في بلادنا وحياه كريمه في الصعيد. فانا من شهر 7/2021 التامين وصل الاقصر، عندي الرابعه والخامسه قطنيه، عندي غضاريف في العنقيه، عندي في الصدريه برضو غضاريف، وعندي فتاك وعندي بواسير، وكل ما يروح عشان اعمل عمليه يدوني مسكن، والله اقسم لك بالله وما فيش اي عمليات اتعملت يا شيخ. طيب يا حاج رجب، ممكن تسيب لنا رقم تليفونك برضو مع زمايلنا في الكنترول، هنحاول نشوف حل للمشكله. انت في الاقصر بتقول التامين مش مركز لسه مش شغال، التامين مش شغال عندك، يعني عايز زقه ان يدوك حقك في التامين، صح كده؟ سمعني يا حاج رجب ولا لا؟ الصوت واطي يا استاذ عبد الرحمن. طيب من عندك. طيب انا عموما فهمت الموضوع، يعني سيب لنا رقمك وهنتواصل معاك ان شاء الله باذن الله بقدر ما نستطيع. شكرا جزيلا الحاج رجب. يعني احنا هنجتهد ونعمل ما نستطيع ونوصل صوت الناس ديت للمسؤولين، لعله يعني احنا شفنا سياده الرئيس لما بيبقى ماشي في حته فبيلاقي حد مريض، حد محتاج بيتحل مشكلته، يا سعد وهنا بقى، ما مش كل الناس هتقعد في الطريق، ما حدش عارف بقى بيبقى معدي منين.
فيمكن احنا نقدر نقوم بدور قريب من ده او بجزء من الدور ده على قدر ما نستطيع. ان احنا الحاج رجب طبعا مواطن مصري له كافة الحقوق في الأقصر في السلوم في اي حتة، هو من حقه ياخد خدمته وياخد حقه في البلد، فاحنا هنقول له. طيب برضو معانا مداخلة تانية من سوهاج، اتفضل. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير يا فندم. انتم بخير الله يكرمك. سيادتك ما شاء الله المقدمة روعة عن وزارة الدكتور أحمد زويل والأجاويد كلهم. طبعا نجومنا دول. سيادتك احنا أكثر من واحد من ضمن أنا من ضمن مجموعة حاصلين على الدكتوراه. فللأسف طبعا فرص العمل لينا تكاد تكون معدومة يعني. دكتوراه يعني انا واحد من ضمن يعني انا مش حق التدريس يعني في اي جامعه ده حقي. لا سؤال، انتوا واخدين دكتوراه بس ما انتوش في هيئات تدريس يعني مش في جامعات يعني؟ نعم. عندنا واخدين دكتوراه كشهاده لكن ما انتوش اعضاء هيئه التدريس في اي جامعه يعني؟ لا ماشي اوكي انا مش بختلف. انا بقول اقصد انا حصلت دكتوراه عشان اكون فرصتي انا اول فرصه رقم واحد ان تعلي درجه علميه يعني. امال حقي ان انا حصل على درجه. انا مش بهاجم، انا بتكلم بس على الحقوق. حضرتك اتكلمت يعني مقدمه روعه عن التعليم وعن فضل التعليم وعن فضل العمل والمجهود يعني. كم واحد بتقول كم واحد حاصلين على الدكتوراه؟ بتقول احنا مجموعه حاصلين على الدكتوراه كم واحد؟ احنا مجموعه، احنا اكثر من واحد. انا كلكم ما فيش واحد من ضمن سبعه اصدقائي فنفس المشكله، رفعنا دعوه مجلس الدوله وشغالين يعني. طيب السؤال المطلوب ايه يعني؟ المفروض مطلوب ان احنا يعني يكون في يعني الدوله، مش هقول الدوله واقصد المختص، وليكن مثلا التعليم العالي او كان. انا عن نفسي كواحد انا اخذت دكتوراه عشان اشتغل، انا اخذت دكتوراه في القانون عشان اشتغل في المحاماه. لا انا اخذت دكتوراه عشان امارسها كمدرس، ده حلمي وده ان شاء الله هوصل له يعني. فانا عايز اوصل كده، اوصل لحلمي يعني. ملف مهم وبرضه ادينا طرحناه يعني، حاضر لعل الصوت يصل للمسؤولين عن هذا الملف ان شاء الله وتصل لحلمك انت واصحابك. شكرا جزيلا. ارجع للي كنت بتكلم فيه بقى، حكايه كذا ولا كذا. انا عندي مبدا دايما اللي هو عيني على المصلحه الصح بعيدا عن الاختيارات اللي ممكن تطرح. يعني واحد يقول لك تمشي من الشارع ده ولا من الشارع ده؟ لا انا والله ماشي من الشارع ده، انا حر، انا هجيب ابني ده، مش عايز دول الاثنين. فحته ان يحصرك في حاجتين يعني زي ما يقولوا كلاهما مر، لا ده مبدا مش صح اصلا. فالادهى بقى لما يجي يحصرك وتقوم جاي مختار منهم فعلا. يعني ست تقول ايه انا ابني يمشي مع بنتي لكن بنتي لا. طب ما هو ده وانا امشي فرضاني كده، ما هو يعني مثلا يعني. طب ما هو الوازع الديني والضمير بقى عنده يعني، وزع الدين والضمير عندك فين في اختيارك للإجابة؟ ناخد برضو مداخلة معانا الدكتور أحمد العمدة. أهلا وسهلا دكتور. ألو دكتور، دكتور أحمد السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور أحمد. الرحمن بيك. أهلا وسهلا بيك، الله يخليك. السلام عليك يا فندم. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك يا رب. أهلا وسهلا دكتور، اتفضل. الله يكرم سعادتك، كل سنة طيبين يا فندم. وحضرتك بخير. الصوت بعيد شويه يا فندم. معلش طب عالجوا الصوت ده، موضوع الصوت ده يا جماعه بعد الصوت بعيد شويه. تاني شكوى بعد الحاج رجب، انا ما بنساش حد. الحاج رجب قال الصوت بعيد والدكتور احمد بيقول بعيد. نعلي الصوت بتاعي شويه عند الجمهور يا جماعه بعد اذنكم. ايوه. طب اتفضل يا دكتور احمد، انا سامعك كويس. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يحفظك يا رب. الله يكرم عليك. كنت عاوز اتكلم مع حضرتك في موضوع مهم. تحت امرك. في مسألة مهمة احنا كلنا كنا بنتكلم فيها بنعاني منها حاليا. ايوه. في المحاكم بخصوص مسألة الحبس الاحتياطي اللي بحضر فيه كل شوية وبنتعب في الكلام فيه قدام المحكمة، ولما بنيجي نراجع سعادتك الدستور بتاعنا من اول 1971 حضرتك يا دكتور احمد تعديلاته. حضرتك محامي يا دكتور احمد؟ يا فندم. يا فندم. يعني الدكتوراه في القانون يعني الجنائي يا فندم. تمام، اهلا وسهلا بيك. من اول دستور 1971 حتى دستور تعديلاته في 2014، من اول نص الماده 54 ساعات يكون الدستور. انا مش بتاع قانون، معلش دكتور احمد بعد اذنك. انا اسمح لي بس انا اكلم حضرتك كلام. احنا يعني انت وانا والناس كلها. اتفضل اتفضل.
تمام. انا هشرح لك يعني كلمتين سعادتك. اتفضل. تعبر لك المعاناه اللي احنا بنعاني منها في عموم الناس كلها. هقول لحضرتك حاجه، اتفضل يا فندم. انا مش يعني انا مش مختص بدي، وتوصيلها محتاج ان حضرتك كراجل علمي ودكتور تعمل مقترح، وتشرفنا هنا في البرنامج قوي، ونعرض ده على الهواء ونبعته لوزاره العدل، يعني لان دي حاجه مش خاصه بالجمهور، احنا بنتكلم على حاجات الجمهور. انت بتتكلم على حاجه تاسيسيه في دستور وقانون، يعني عايزه مختصين هم عددهم في الدوله كلها عدد قليل قوي، يعني مش مجالنا احنا دلوقتي، لكن ممكن حضرتك تعمل المقترح ده وتكتبه بشكل علمي واحنا نوصله يعني ان شاء الله باذن الله. واي وقت لو حضرتك من القاهره تكلمني وننسق نستضيفك معانا وتطرح ده، لان ده هيخدم اخرين، ولعل يكون عندك فكره كدارس. في حاجات هقول لحضرتك لو اتفعلت بالفعل. طب اكمل كلام. انا بفهم اموري بطريقه سريعه وعمليه. حضرتك ممكن يكون عندك بحكم دراستك شيء يكون جديد على غيرك، نوصله ونعمله بشكل نشرحه، مش هينفع في التليفون. بشكرك دكتور احمد، وان شاء الله يكون في لقاء لحضرتك معانا باذن الله. الف شكر دكتور احمد العمده. أنا مع كل شيء ممكن يساعد على إن إحنا بلدنا تنهض وتبقى يعني شكلا وموضوعا وقولا وفعلا أم الدنيا، زي ما الرئيس قال يعني وبيسعى لذلك، إحنا نكمل وراه ونعمل ده وفي كل المجالات. عايز ألفت نظركم لحاجة، عشان بس ما يجيش واحد يقول لك طب انت ليه بتقبل مثلا شكاوى وانت راجل موالي قوي للسيسي يعني، وانا عامل فيديوهات اسمها انجازات السيسي كده صريحه كده. ايوه، ما هو انا هقول لحضرتك حاجه، ما انا عشان موالي له شايفه بيشتغل جدا، فبشجع شغله جدا وعايز اكمل وراه، بدليل طالما انك بتصبح الصبح بتلاقي كل يوم في حته اتعملت يبقى الناس دي بتشتغل، نشكرهم على شغلهم ده عشان نشجعهم يعملوا حتتين، يقولوا لنا وانتوا شكرتونا طب هنعمل ثلاثه. فبدليل ان انت طالما ان كل يوم بيطلع حاجه جديده معناه ان لسه في حاجه عايزه تتعمل. ما لازم نفهم الامور بالمنطق، هي مش بطيخ. طالما ان بيعرف يعمل حاجه جديده كل يوم يبقى كانت ناقصه امبارح، فاللي ناقص امبارح نساعد ان يتعمل النهارده. وهو الرئيس نفسه بضرب مثال دايما، لما الفريق مهاب مش كلمه على قناه السويس، الاخبار اللي قالت فجري راح هناك بسرعه، ايه الجديد عندك؟ ما حدش بيرفض ده ابدا، عايز كلها تبقى حلوه كده. معانا مداخله، مين؟ معلش، استاذه هاله. اهلا وسهلا استاذه هاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه هاله اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا كنت عايزه اقدم شكوى. انا من اسوان. من اسوان، ما شاء الله. اهلا وسهلا، تحت امرك. كنت عايزه جوزي يعني شغال في السياحه، ولي 20 سنه ورجل الاعمال، ممكن اخدمه؟ ممكن اقول اسمه يعني؟ قول اللي حضرتك عايزه تقوليه. مجدي محمد العزل. ده صاحب فندق ازيز في الجزيره اسوان. تمام. ده صراحه جوزي اللي شغال لي 20 سنه وبياخد 1700 جنيه بس. في السياحه. وراجل ده انا بظلم ناس كتير. ده في السياحه لما كانت شغاله كمان. ولو حد اشتكى وقال اي حاجه وبيروح يوديه فندق الفنادق الثانيه بعيد من اهله وبعيد من عياله. لو حد اشتكى وحاولوا يعملوا نقابة شؤون عاملين عشان الظلم بتاعه، وهو ايه، هو بصراحة راجل ظالم ومش كويس يعني مع كل الناس. احنا كنت طبعا مش مسؤولين عن الاتهام، بعد اذنك. مش مسؤولين عن الاتهام، وحق الرد مكفول. هو اللي بيسمعنا دلوقتي حقه يرد في البرنامج بنفس المساحة ونفس الكلام، ولو عايز يزود أهلا وسهلا كمان، عشان بس احنا ما ندخلش في مشكلة مع طرف. احنا من حقنا نسمعك ومن حقك تقول لنا، لكن احنا مش طرف في الاتهام. هو اتهامه ده يعني حضرتك المسؤول عنه، لكن لو نقدر نرفع العبء عنك والضرر عنك بان احنا بنوصل له صوتك من خلال البرنامج، او نوصل المسؤولين عن الغرفه السياحيه مثلا هناك، او حاجه مسؤوله عن هذا النشاط، ان هي تعدل وترجع لحق ترجع لك حقك، احنا خدامين. ده دورنا. يعني في حاجه ثانيه يا استاذه هلا، ولا هو ده الموضوع بس؟ استاذ، هو كان الصوت بيقطع معاه برضو. احنا موضوع صوت والله مش بايدينا يعني، بس انا بستقبل، وزي ما قالت اقول، قلت لها قول اللي انت عايزاه، ونقول كل الناس اللي اي حد عايزه الحاجه، ونحل باذن الله. وانا بسجل حتى عندي
المواضيع بحيث ان احنا حتى لو نعرف نتابعها والله. واسعد شيء في حياة الانسان ان هو يكون سبب يعني مش هو اللي يحل. يعني بطمع انا كبرنامج والقناة وفريق العمل ان احنا كيف يعني كفايه علينا لو بقينا سبب رفيوع كده ان حد يتحل له حاجه. هنروح يوم القيامه حلوين، بالك بقى باللي حل، بالك بقى بالراجل اللي قالت اسمه دلوقتي اللي هو كان يعني بتقول ان هو جار على جوزها وقام رفع عنه هذا الجور والظلم ده، ده انت هتبقى سعيد. طب لو حد يعرفه بقى وبيسمعنا دلوقتي ويقول له هيبقى سعيد. فكوا عن الناس هذا الضيق، اللي يقدر يرفع اي حاجه يرفعها، والله العظيم هتكون اسعد ما يكون. ربنا سبحانه وتعالى يسترنا جميعا. شكرا استاذه هاله، ما شكرتهاش تقريبا، انا الكلام خدني يعني. طيب برضو اي حد حابب يتواصل معانا البرنامج مفتوح معانا. مين هاله؟ خدنا هاله خلاص. معانا الاستاذ مينا، اهلا وسهلا استاذ مينا. الو. السلام عليكم. لا انا سمعت الاسم غلط. اهلا عليكم السلام. عليكم السلام. أمين السيري للسيارة. أهلا وسهلا بحضرتك، أنا سمعتها مينا معلش. أهلا وسهلا بحضرتك، عذرا. أهلا وسهلا تفضلي. حضرتك إحنا معايا مشكلة بخصوص والدي عن تكاسل وكرامة. منين حضرتك؟ من الصعيد، من نجاح حماد. ده إحنا الصعيد منورنا خالص النهاردة، إيه الحلاوة دي؟ أهلا وسهلا بحضرتك، نجاح حماد. تفضلي حضرتك. حضرتك أنا والدي عنده 63 سنة. ربنا يديله الصحة يا رب. ومقدم على تكافل وكرامه بقالي كتير، وكل مره نتصل بحد يقول حاضر احنا نقدم شكوتكم للوزاره ومحدش بيقبلها. شكوتكم دي هناك في نجاح حمادي ولا هنا في مصر في الوزاره؟ يعني في عند وكيل الوزاره عندكم ولا هنا؟ لا هي عندنا احنا، بيقولوا احنا نوصلها للناس المسؤولين الكبار ومحدش بيوصلها. بيرموها. صح. وبنقدم ورق كتير خالص برضو عندنا هنا خسارة. في الشغل وبيرموها. خساره الورق، خساره والله دلوقتي. يعني والله انا يعني استاذه ربنا يديك الصحه ربنا، حد حكى لي قبل كده بيقول لي رحت اقدم في جهه حكوميه وانا طالع في الشارع لقيت البرميل اللي فيه الزباله ورقي محطوط فيه بس مقطوع، يعني هو لو كان سليم كان خد واستفاد منه كمان. والله وقع حصله كده والعياذ بالله. اللا ضمير، قولوا على الناس دي والله هتنضف. والله الرقابه الاداريه كل يوم بتقص ناس، البلد حلو عايزه تنظف، ده شجعوها بدل ما تقعدوا كده عاملين زي تنابله السودان وتقولوا اصلنا بيعملوا يا راجل. قولوا انت حضرتك برضو يعني سيب لنا رقم تليفونك واحنا بنقول، او سيب لنا البيانات، او قولي هالي دلوقتي على الهواء، قولي البيانات بعد اسم والدك وعند مين الجهه اللي عنده عندك في نجاح حمادي. معايا ولا الخط راح؟ طيب عموما تكافل وكرامة في نجاح حمادي، المسؤولين عن تكافل وكرامة في الجمهورية كلها، شوفوا بتوع نجاح حمادي. أنا عندنا في اسكندرية كانوا ماسكين جماعة في غرب بيقبضوا ببطاقة تموين، يعني إيه؟ قضية معمولة واتظبطوا الحمد لله يعني. بيتربحوا من إيه؟ أنت تروح تقدم ورق بطاقة التموين بتاعتك، ما تاخدهاش، وتروح تسأل عليك ما جاتش، زي سيستم واقع كده، فوت علينا بكرة يا سيد. فاكرين فؤاد المهندس في كلمتين وبس اللي كان بيجي الصبح؟ الحاجات الجميله الرائعه دي، وكان يقعد ينبه على الحاجات دي. الاجيال اللي عاشت الحاجات دي كانت حاجه عظيمه جدا وقبل فضيله وكده. طيب فالناس دي يعملوا ايه بقى؟ تروح انت تسال على ورق بطاقه التموين ما تلاقيهاش، تروح بعد شهر يقول لك ما جاتش، ايه احنا كده، ويقعد يهب فيك كده ويزقك، وبطاقتك جايه من زمان، الدوله طبعتها، والدعم نزل من مجلس الوزراء لوزاره التموين، وزير التموين مشكورا وصله، ونزل في المحلات ودعم وتمام وفلوس مليارات. ودول يعملوا ايه بقى؟ عندهم 1000 بطاقة جت اتطبعت وجت لهم، بدل ما يوزعوها ده في المكتب بتاع مثلا بكوش وده في مكتب الإبراهيمية، لا هم بيخلوها عندهم وياخدوا هم الدعم كده كده. اهو سرقة الدولة وسرقة المواطن كده. وبعدين يقول ايه اصل بيحملوا، لا تعال على ده. عارف بقى اللي عمل فيك كده مين؟ عارف الراجل اللي عند اللبان اللي على قمة الشارع ده؟ هو ده. والتاني اللي فوق بتاع السجاد اللي على الناحيه التانيه هو ده. هم دول اللي تطلع فوق تخبط عليها، هو ده اللي شغال في مكتب التموين، تقول له تعالى يا حرامي اللي شغال في مكتب التموين بطاقتي فين؟ تروح له تقف له في مكتب التموين وتقول له مش ماشي الا لما اخد بطاقتي، على جثتي لو تمد ايدك عليه هيتعدل ويخاف ويطلعها لك ويبوسها لك ويختمها لك ويفعلها لك، ويروح يشيل لك شنطه التموين بايده، لانه الرقابه الاداريه هتيجي تاخده وتسجنه. احنا لو بنعمل الصح والله ما هيبقى عندنا مشاكل. يا جماعه حل اللي حواليك، حل اللي على قدك، حل اللي جنبك، حل اللي انت محتاجه.
هتقول لك والدولة والعالم والنظام العالمي ودولة ايه، ويقعد يقارن بحاجات ملهاش اي وجه مقارنة خالص. طب انت مستفيد ايه؟ وترتيب مصر العالمي في مثلا الوضع الفلاني انت جالك منه ايه كشخص كده؟ ولا حاجة ولا حاجة. والفقر، واحد بيحكي لي على حد معروف جدا بيقعد يتكلم على الناصرية وعبد الناصر، ماشي كلام جميل واحترم، هو قاعد في الفور سيزون اقامته فيه، مش بيروح يقضي ليلة، هو جايب شنطة هدومه ولا هم جايبين له هدوم كمان وعايش عايش كده، شوف الليلة بكام. ويقول لك الفقراء والبتاع والمعرفش ايه، والتاني اللي في قطر واللي في تركيا واللي في بتاع معرفش مين وايه ده، وانت جاي هنا تصدقهم؟ هم عندهم الملايين دي في تركيا وفي لندن وبيتخانقوا مع بعض عليها، وده القناه دي ما ادتش ده، ودول ما شغلوش دول، ودول ما قبضوش دول، ودول قبضوا لوحديهم، ودول خدوا الشنطه كلها وهربوا، وانت عمال تصدقهم. يا سلام، ده ايه الحلاوه دي؟ انت ما انت فالح ليه كده؟ هو انت واعي ليه كده؟ جالك ايه منهم؟ ادوك حاجه من الشنطه دي؟ ده هم بيحكوا على اللي شغالين معاهم، في ناس ما بيدهمش، بترتيب الاولويات عندهم ناس معينه وناس لا. جاي انت اللي قاعد هنا وبعدين بتقبض معاش، واخد شقة بالقسط، ومعاك عربية صغيرة أو معاكش، وبتروح بتركب مواصلات أرخص من غيرها، ده في دول عايشة على التاكسيات بس ما عندهاش أي مواصلات عامة. صحيح البتاع بخمسة جنيه بس، بدل ما تبقى بخمسة وخمسين وتبقى بمية وخمسين المشوار الواحد. وهو ده حاجات لازم يا جماعة نتقي ربنا عشان ما نتسخدش قرود. وانت انت دلوقتي لما تشوف حل كتير من الناس بره يقول لك وانت بتضرب لنا مثل بمعرفش بدوله ايه ودوله ايه، طب ودوله مش ايه ودوله مش ايه بقوا ايه هم كمان؟ المانيا بقت تحدد ازازه الزيت وكيس السكر وبتاع، وتركيا بقت تقول حط جنيه لتركيا، فاحنا معلمين والله. بيعجبني دايما الحاجات اللي فيها معلمه دي، انا شخصيا في حاجات بتقابلني في حياتي كده عامل حته كده ضربه معلم كده بس، وخلي اللي يرن يرن. انا مالا. فهي المساله والله صدقوني المثل اللي كان بتاع زمان ده يقول لك ليك اكل ولا بحلق، اختار اكل. انا ما انا بختار اكل، اخد الاكله واللي يقول يقول واللي يعيد يعيد واللي يتنطط انا مال. انا كنت استغرب عليه قوي زمان من 25 سنه اول ما سمعته، تقريبا ربع قرن من الزمان وانا بهاتي على هذه الحياه، كنت اسمع كده واستغرب اقول هو حد هيختار بحلقه دي؟ يعني انت ما تستفدش خالص وتقعد تبحلق بس وتبص بس، ان كان ده المفهوم بتاع المثل يعني. او لما مر بيا الزمن بقى وقابلت اشكال والوان وهنا وهناك، لقيت ناس والله ما بتفكر في الاستفاده خالص، من اول ما يصحى لحد ما ينام قاعد يبحلق ويتكلم وبس. معايا موضوع اخر في حلقه النهارده محتاج برضو اتكلم عنه. ده بيقول لي خلاص الحلقه هتخلص، يعني ما الحقش اقول عنه حاجه. طب ادي تنويه عنه كده بسيطه وبقوله الحلقه الجايه ان شاء الله، ما احنا مع بعض كل يوم ان شاء الله باذن الله. قبل ما اقوله بس سريعا، انا عايز اقول ان البرنامج في خدمتكم، اللي عايز يشارك باي موضوع يشارك، حتى لو هيكون على قد ان انت زي الاستاذه اللي بتتكلم على تكافل وكرامه. انا بشتكي بتوع نجع حمادي للمسؤولين الكبار عن تكافل وكرامه، فرع نجع حمادي بايظ، حلوه دي، عالجوه، شوفوا ماله، شوفوا مين متاخر عنه. وكل حد هيجي يقول لي في حاجه ناقصه هقول الفرع كله بايظ. فكل انا جات لي مستشفى والله من كام سنه كده في برنامج هوا برضو، ولقيت مكالمه بيقول لك احنا عندنا مستشفى مقفوله وبقى لها ما اعرفش كام سنه، واللي متوظفين على اسمها بيقبضوا، وجايبين واحد بيقعد لحد الساعة واحدة الظهر ويمشي. فقلت أول ملحوظة على كل قاطني هذه القرية، محدش يعيا بعد واحدة الظهر عشان خاطر اللي هو التمرج اللي قاعد ده مش هيديك مسكنات يعني، فأنت ما تعيوش بعد الظهر، خليكوا قبل الظهر. اللي يعيا بعد الظهر يركن نفسه لحد بكرة الصبح، لأن الأخ ما بيجيش إلا لحد واحدة الظهر، والباقيين بيقبضوا خلاص، اتفتحت في ليلتها الحمد لله يعني، وعملوا لهم مجاني وحاجات كده كانت جميله جدا يعني، الحمد لله رب العالمين يعني. فانا ببقى فرحان بكده. الحاجه اللي كنت عايز اقولها قبل ما ابدا، قبل ما انهي الحلقه، بس هو للاسف المخرج بيقول لي خلاص، اللي هو بتاعه الكاتب ابراهيم عيسى لما بيتكلم عن موضوع البقره. انا بسال ابراهيم عيسى انت عايز ايه؟ طيب يعني انت ايه دي لازم نتكلم عنها باستفاضه بقى، لان مره الاسراء والمعراج ومره البقره ومره التراويح ومره اللي انت مش عايزه بلاشه، ما تقحمش نفسك في اللي هو اللي الناس عايزاه يعني. يعني الناس عايزه تعمل الحاجه الفلانيه خلاص، انت مالكش دعوه، مش عايز تعملها ما تعملهاش. ده اختصارا بالنسبه لابراهيم عيسى، ونتكلم بقى نبدا نتكلم عنه بكره بشكل كامل. واللي عايز يعمل مداخلات بخصوص
ابراهيم عيسى يبقى بكره نعملها ان شاء الله، لان كده وقت حلقتنا انتهى، وانا مضطر يعني اسفا يعني احرم نفسي منكم جمهورنا الجميل. وانا بشكر كل اللي اتصل بالبرنامج وبحييه وبعمل له وحامل له كل اللي يحتاجه على قد ما اقدر. بشكركم وفي انتظاركم بكره باذن الله نلتقي بحضراتكم في حلقه جديده غدا باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.